بشرى سارة للجالية العراقية. تم إقرار تخفيضات على تذاكر الطيران على قطاع الدنمارك العراق للفترة من 1 آذار إلى 1 نيسان. التخفيض بحوالي 100 دولار ويشمل التذكرة الشهرية، تذكرة 3 شهور، وتذكرة الذهاب من الدنمارك إلى العراق. ممكن شراء التذاكر خلال شهر آذار والسفر لاحقا. مثلا ممكن واحد يشتري التذكرة خلال شهر آذار ويسافر خلال العطلة الصيفية. سارع بشراء تذكرة الآن وسافر لاحقا وتمتع بالأسعار المنخفضة. مع تحيات الخطوط الجوية العراقية في الدنمارك.